السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وثق مواطن عراقي سوء التخطيط في مستشفى القادسية ببغداد وطالب بإيجاد حلول لمعاناة المرضى. دعونا نشاهد. هاي مستشفى القادسية تخطيط الساعة 4:30، ناس مرضى تريد تموت والتخطيط يطلع هيج شني طاق المجاري الجهاز ما أدري. هاي مستشفى القادسية. مشاهدينا الكرام، نكمل مع ملف القطاع الصحي العراقي وننتقل إلى مقطع آخر. لم تستقبل مستشفى الأورام في حي ميسان بمحافظة النجف المرضى والحالات الطارئة بحسب ما وثقه المواطنون في المقطع الذي سنشاهده الآن. مستشفى الساعة 12 منقفل بابها، يعني مريض يجي ما يستقبلونه. مستشفى الأورام بالنجف حي ميسان، رجال انا عندي مريض فوق بالطابق الثاني، رجال من غير محافظة من الديوانية، من الصبيح حاطين لهم حارس بالباب وما يخلوا واحد يطب، وهسه عندي علاج عند طبيب قافلين الباب هذا وباب الشارع قافلينه، بيناتنا الله ذاك الباب سادينه وما يخلون واحد لا يطب ولا واحد يطلع، يعني مريض ما مريض لو يموت ما يطبونه، هذا باب قافلينه. وحق لا اله الا الله، هسه قاعد افتح بالباب ورا قفول مباشره. شد حاجي يا مسؤول، اكو مستشفى بالليل تنسد؟ هاي ذولاك العمال فوق يشتغلون، موجودين الدكاتره جوا والبيبان مقفله، ماكو. هاي الوالد النايمه بالجامع خطيه، الله وكيلكم المستشفى تصفر، طردوا الوادم وظل جوا مقفل عليه الباب، يعني يريد يطلع ما يقدر يطلع. هاي مستشفى النجف، وهاي كلها خطيه نايمين بالجامع ونايمين برا بالبرد. نكمل مشاهدينا الكرام مع هذا الملف. اشتكى مواطن من بغداد من غلاء اسعار العلاج وتفاقم جشع الاطباء والصيدليات، وطالب بتوحيد التسعيرات للكشف او للكشفيه وكذلك للعلاج من اجل الحد من استغلال المرضى. دعونا نشاهد. طب للدكتور تقول له عندي قشره براسي، يحولك للمختبر تحليل دم، يدزك له بالاشعه، يدزك له بالسونار، من غير اتفاقيته ويا ابو الصيدليه. بالقران عصابات منظمه، عصابات منظمه على الفقير وعلى المسكين هذا المريض. حش الزينين، حش الزينين. احنا للمره الثانيه نناشد وزير الصحه، يا اخي ليش ما تسوي تسعيره للكشفيه، للدواء، للمختبر، للاشعه، للسونار، ليش ما تسعروهن؟ ليش؟ هذا الفقير منين يجيب؟ منين يجيب؟ والله تمشيت بشارع الاطباء اشوف الناس تمشي مثل المخابيل، بالقران مثل المخابيل. يحير بالراتشيتها 100 و200 الف، يحير بالكشفيه مال الدكتور، منين يجيب؟ هذا المريض ما يموت من المرض ماله، يموت من القهر، من القهر، ما عنده. وذولا عصابات. زين عماله يدقون من 6 الصبح للخمسة العصر بالطابوق وبالاسمنت بالحصو، 25,000 دينار يطب للدكتور خمس دقائق، 50 و60 و40 الف، مين يجيب هذا؟ مين يجيب؟ نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مقاطع في هذا الموضوع. طبعا أبدى مواطنون عراقيون آراءهم بشأن ظاهرة غلاء العلاج واستغلال المرضى من قبل بعض العيادات الخاصة. من الذي يقف وراء هذه الأسعار المرتفعة للأدوية واختلاف الأسعار؟ هكذا تساءلوا، وأيضا قالوا بأن هناك صيدليات تختلف بها الأسعار ما بينها وما بين أخرى. كان هذا الحديث في محافظة بابل، دعونا نشاهد. يعني بيفد مشكلة كبيرة، يعني هسه انت تروح للصيدليه، كل صيدليه يبيع شكل العلاج. يعني هاي سبب نقابه الصيادله لازم يصير فد انتباه على هذا الموضوع، الامن الوطني. يعني اليوم عندك علاج تروح الصيدليه شكل، تروح الغير صيدليه شكل، الصيدليات باب المستشفيات تبيع شكل. يعني مرات تطلع للصيدليه باب المستشفى نص الليل بس هو مفتح، يستغلك. يعني مثلا الشغله ام 5000 تنباع ب 15,000،
ثانيا عندك المستشفيات يعني السرنجة ماكو لحد الآن. تشعر يعني نحن كمواطنين نشعر أن الدولة غير مسيطرة على هذا الجانب المهم الحيوي فيما يخص مصلحة المواطن. هناك مافيات وهناك استغلال لأسعار الأدوية وأيضا نوعيات الأدوية. يعني لحد الآن الدول الصحيح اللي ممكن المواطن أن يستفيد من عنده مدى نحصل أشبه بالأكسباير يعني منتهي الصلاحية. فإحنا نطالب الأجهزة الأمنية والسيد وزير الصحة ومدير صحة بابل أن يسوون مراقبة على الصيدليات وعلى المذاخر فيما يخص الأسعار. تلقي سعر الدواء بهاي الصيدلية شكل وبالصيدلية الثانية شكل آخر. اثنين، أكو بعض الأطباء يعني الوصفة مالته ما تنقر إلا من قبل الصيدلية اللي هي مختصة به أو اللي تابعة له. فإحنا نحاول نطالب الجهات المعنية بتحديد أسعار الأدوية بكل أنواعها والرقابة على الأدوية من المصدر. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. سامر حاتم الطائي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، البلد مبيوع، كل من حصته تلقاها الصحة مبيوعة لحزب أو راس كبير وغيرها، ماخذ المطارات وغيرها ماخذ التعليم من جامعات أهلية ومدارس أهلية، كل من حصته ما حد يناقش بيها بحجة استحقاق الانتخابي وما واقع بيها بس الفقير. سيد نزار الياسري يقول: والله بعض الأحيان ندفع مبلغ الكشفية والتحليل ونعجز عن دفع مبلغ العلاج، حسبنا الله ونعم الوكيل. رائد يقول: الحل لهذه المشكلة كالآتي: المفروض الدولة تدعم المراكز الصحية ورفدها بالأطباء وخصوصا الخريجين الجدد، وتفتح المختبرات وصيدليات مدعومة من الحكومة بأسعار رمزية تتناسب مع إمكانية الفقراء، ولكن لا حياة لمن تنادي. أبو علي يقول: عمي الحكومة تتعارك على المناصب، منو بحال الفقير؟ مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. معنا الآن السيد أبو أنس من مخيم الهول في سوريا، تفضل يا أبو أنس. أبو أنس هل تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. شلونك يا أخي العزيز؟ أهلا وسهلا. حياك الله. بالنسبة جايين نسمع بالتلفزيون وعلى القنوات مال الفيس بالنسبة على مود العفو العام جايين نقول الحكومة هذه الحكومة العراقية يسولفون دائما على العفو ويقول لك الإرهاب ومشمول وغيره وغيره. بس أريد نعرف يعني إحنا نسأل أريد أسأل السياسيين بالأخص السنة. بالأخص السنة. يعني الشخص اللي قاوم المحتل اللي قاوم المحتل الإيراني والأمريكي هذا يعتبر إرهابي؟ بس أريد أسألهم يعني الشخص اللي ما يرضى يعيش تحت حكم المحتل يعني قاتل المحتل بكافة صنوفه هذا يعتبر إرهابي؟ يعني هسه عن العوائل اللي بجرف الصخر جاي شفتوا البارحة المي شلون طلع، شفتوا شلون غرقانين بالمي بجرف الصخر. أنا ما صرفك على المعاناة مالتنا احنا بسوريا، ما صرف لك عليها، ما حاجة أقول لك إيش صاير بينا وصار بينا كله من وراء السياسيين السنة. صراحة لا، بالعكس نحتاج نسمع يا أبو أنس. بالعكس يعني احكي لنا عن معاناتكم أنتم في مخيم الهول بسوريا، ليش أنتم عراقيين خارج بلدكم؟ تدري ليش احنا عراقيين خارج بلدنا؟ لأن رفضنا المحتل الإيراني والأمريكي. قسما بالله العظيم. هذا اللي احنا اللي بيه، واحنا راح نبقى لحد ما نموت. شنو السبب اللي يمنعكم من العودة إلى مناطقكم يا أبو أنس؟ أنا أقول لك احنا ما نقدر نعيش وياهم. ليش؟ لأن احنا نكره حكومة المحتل، نكره حكومات المحتل. نكره حكومات المحتل بكافة صنوفها. طيب وإن كان ما تفضلت به، لكن تبقون أنتم بالنهاية مواطنين عراقيين، هل تابعتكم جهات حكومية وقفت على أوضاعكم، حاولت توصل لكم مساعدات إغاثية أو شيء، هيأت لكم مناطقكم للعودة لو أنتم أصلاً ما تريدون ترجعون؟ هو من اللي قسماً بالله العظيم أعرف ناس، قسماً بالله العظيم أعرف واحد أولت البارحة توفى، أولت البارحة وصلنا الخبر ماله قبل 10 أيام توفى بالسجن، قسماً بالله ما عنده شيء. أكثر البشر جاي تروح والله ما عندهم شيء. بس أريد أعرف وين الغيرة اللي عندهم دول؟ شو أنا والله العظيم الشيء اللي يقهر يعني يطلعون بالتلفزيون يسولفون بالغيرة بالشرف وبالبطولات والله وطلعنا وقاتلنا، وقسما بالله لو مو أمريكا
فلا بيكم الزلمه يطلع. نعم ارجع بس ارجع سؤالي سؤالي يا ابو انس انه وضعكم الان في المخيم او في هذه المخيمات انتم اكو جهات حكوميه من داخل العراق تاتيكم للوقوف على اوضاعكم يتابعون شنو حالكم حال النساء الاطفال كبار السن غيرها شي تابعون شي تابعون المريض اذا المريض ان شاء الله الخيمه مالته على المستشفى بالعرب انا مال الدفع والله بالعرب انا مال الدفع منو الجهه اللي توفر لكم المساعدات يا ابو انس هي لو تخلص من مشاكلهم العراقيين لو تخلص من مشاكل الحكومه احنا بخير وهذا بس ما حد ما حد يرحم اللاجئين ما حد يرحمهم كان بالخارج او بالداخل بس انا هاي بس بدي اوصل هاي الكلمه فضل. شنو سووا دوله شنو سووا يعني شنو سووا يعني الشخص اللي يكره المحتل شنو اللي سواه ليش دائما الشخص بالعراق اللي يكره المحتل حطوا براسه اربع ارهاب مو اليوم هم اليوم هم يقولون ان هم ضد الاحتلال الامريكي وهم المقاومه المفروض هذه المثاليات وهذه الشعارات مو المفروض تتحول وتترجم الى افعال على ارض الواقع بدعم الناس اللي كانت تقاتل المحتل يعني اعطائهم مساعدات بالنظر الى اوضاعهم الناس اللي بالمخيمات مثلكم ليش انتم اللي وقفتوا ضد الاحتلال وترفضوه بشتى انواعه واشكاله بالعراء اليوم بالمخيمات وهم ذولا ادعياء المقاومه الموجودين اليوم كلهم راكبين سيارات الفارهه وحمايات واموال شنو هالمقاومه هاي مقاومه والله غير مقاولات هذه نعم ان شاء الله كله الله يسهل شكرا جزيلا سيد ابو انس من مخيم الهول في سوريا نكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع أو موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة نأتي إلى قطاع التعليم مدرسة أم الغزلان الابتدائية بقضاء الدواية شمال محافظة ذيقار هي مدرسة من ضمن مجموعة مدارس مهددة بالانهيار بالإضافة إلى ذلك تعاني هذه المدرسة من وجود الثعابين في أروقتها في باحتها وتهدد حياة التلاميذ دعونا نشاهد السلام عليكم يوم مدرسة أم الغزلان الابتدائية وهاي الحية بالباب ثالث حية اليوم كاتلين هي بالمدرسة عندك صف السادس صف السادس يعني تفضل صف السادس يروح متوسطة المدرس شلون يدرس هسه مدرس وعلى مدرس شلون ولا واحد يدرس شوف الزبالة مالتها بعد سقف سقف شنو صف كله متر بمتر مدري متر ونص متر ونص هاي من واقعة مخليها طيب زين هاي بربك والله شوفها هاي طيب شوف وين تصير هاي ظهر الطلاب وعدها هاي بيدي يطيح ما ادري شلون عايشين هنا بالمطار صف السادس ابتدائي هذا نتابع الان مشاهدينا الكرام موضوعا او مقطعا اخر ضمن هذا الموضوع نظم عدد من أهالي حي بغداد في محافظة البصرة وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية لهم وصيانة البنى التحتية وبناء مدارس جديدة دعونا نستمع باسم أهالي حي بغداد هذا التجمع الكريم شهر رمضان الخير والبركة الناشد أولا ناشد السيد المحافظ البصرة اللي عنده علم وطلع وبلغناهم احنا أغلب القنوات اليوم ناشدهم حضورهم يعني المنطقة حي بغداد تعاني من الخدمات تعاني من المدارس من السجن معاناة الشركات يعني تلكوا عندنا بالشركات هواي خدمات ماكو المحال مشروع من 2019 جاي نشوف الكهرباء ماكو المشروع متلكي مجاري ماكو ماي ماكو مدارس ما عندنا أطفالنا جاي حاطين لهم خطوط يرحون من الغير مناطق على مود المدارس مدارس ما عندنا الناس بزعت وتعبت صراحة يعني اللي شنو نسوي نقطع الشارع حرقنا تايرات قالوا ما يصير انتم ضد الدولة زين هسه وقفة سلمية هاي الناس وقفة سلمية تطالب بحقوقها اولا تطالب مدارس اثنين تطالب ازالة السجن ثلاثة تطالب كهرباء وتطالب ماء تطالب مستوصف صحي نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع لدينا الميرزا حيدر يقول صندوق اعمار ذيقار وين عن هاي المدارس تعليق لدينا من اللامي محمد اللامي يقول هي هم مدرسة ما البلد يصدر 5 ملايين برميل نفط يوميا ضحكوا عليكم باللطم تعليق من محمد مصطفى الهاشمي يقول راتب ومخصصات عضو بالبرلمان يبني أحسن مدرسة وتعليق من سيد فاضل يقول معقولة أكو مدرسة بالعراق بهاي الوضعية نعم يا سيد فاضل
وهذه حقيقة وليست فوتوشوب. طيب معنا السيدة أم ياسمين من البصرة، تفضلي. نعم، يعني البصرة، هاي البصرة اللي ما طالها أي شيء، متدمرة. نعم. لا بيوت لا ها. 55 سنة احنا خدمة بالصحة، اشتغلنا بالأمم المتحدة، عالجنا ناس، لكن كل شيء ماكل، شبر ما نملك بالبلد. عندنا قيعان باب الخصيب، عندنا قيعان باب الخصيب خذوها. نعم. طيب سيدة أم ياسمين، بس أول شيء نص صوت التلفزيون لو سمحتي على مدى الصدى. نعم. قبل كم يوم طلع نور المالكي، أو يعني أعتقد البارحة أو أول البارحة، طلع يتكلم عن إنجازات حكومته وإنجازات الحكومات اللي جت بعد 2003. يتكلم عن الرواتب، يقول كانت الرواتب 3000 دينار صارت أكثر من 1000 دولار، وقاعد يستعرض زيادات الرواتب اللي صارت طيلة فترة 20 سنة من حكمهم، لكن ما ذكر الإنجازات المتعلقة ببناء مستشفيات حديثة، ببناء مستشفيات متطورة، مدارس، جامعات، مؤسسات للدولة، بنى تحتية، هاي كلها ما ذكرها، ركز بقضية الرواتب وأن الرواتب صعدت. طيب وشنو فائدة الرواتب إذا تصعد وتصير 1000 دولار إذا البلد كله ما بي لا خدمات لا مستشفيات لا مدارس؟ شنو قيمة الراتب؟ كل يوم بالمستشفى أنا باللي رحت متخربطة، اختنقت. نعم. يعني قاعدة ببيت، أتمنى برلمان يجي، أتمنى أنا أشوف المالكي. نعم. أتمنى أشوف أنا المالكي. والله شو تقولي له؟ شو تقولي له؟ اتمنى اشوفه. ها شو تقولي له؟ اتكلمي سيدة ام ياسمين عبر الشاشه، وحيوصل. نعم. هذا الصوت لمن يسمع. نعم نعم، لان هو البلد بلد الله خلقنا للعراقي الشريف. نعم. البلد الارض والشرف والعرض والدين، مو للمناصب مو للكراسي. نعم. للرحمه، التراحم بين الناس، عمل الوطن. نعم. الوطن بدون سيدة الإنسان، أم ياسمين، بالوطن. أم ياسمين. نعم. شو أنت راح تقولين للمالكي إذا شفتي المالكي أريد يغيرون من أطباعهم؟ دمروا ذيك المحافظات، ترى من تخطر ذيك المحافظات، حتى احنا رحنا ساعدناهم. يعني نعم. أنا بالنسبة إلي كنت أنا بالصحة، رحنا ساعدناهم ودينا لهم مساعدات. نعم. اللي لقيناهم كل الدول عدني فرهدتني، وابن البلد يبكي وحال الضيم حالة، وين احنا؟ نعم. فلسطين؟ لا، شو طلعت إسرائيل، إحنا أنقص من إسرائيل مع الأسف. نعم. مع الأسف هتش وصل بينا الدهر. تاريت هنا يحطوا لهم شركات عصابات ينصبون على الناس. والله راحت. نعم. منها بنيتي، أتمنى أشوف أنا المالكي، أنا أشوف المالكي. نعم. يعني أنا بنت العشائر الأصيلة، بنت الناس اللي وقفت أنا، وقفت تجاري، وقفت قرايبي وصديقي. والله. نعم. سيدة أم ياسمين، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، شكرا جزيلا. معنا السيدة أم علي من الموصل، تفضل يا أم علي. السيدة أم علي حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي يعني عندي مناسبة. نعم تفضلي. تفضلي. أنا ولدي راح وصل 2017 وأرملة ما عندي. نعم. وأنا أريد مناسبة الإعلامي، يريد صوتون المناسبة الإعلامي. تفضلي. أحمد البسير. نعم. الإعلامي أحمد البسير، يا أخي أمنا كمان توصل المناسبة، ولدي راحة وما ظل عندي معين. طيب. وأرملة، وأريد صوتون المناسبة لو أني ساعدني. طيب. سيدة أم علي، سيدة أم علي، أنت الآن تتكلمين عن طريق قناة الرافدين الفضائية، تمام؟ هاي واحد. اثنين، المناشدة اللي تتفضلين بها حضرتك المفروض تذهب إلى المسؤولين، المفروض تذهب إلى الجهات اللي دا تحكم العراق، اللي هي المسؤولة عنكم، المسؤولة عن رعاياها، المسؤولة عن هذا الشعب، مو أفراد. يعني حقيقة هو السؤال هنا أنه ليش الناس اليوم أصبحت تناشد أفراد؟ وين دور الحكومة؟ وين دور الحكومة عنكم؟ الحكومة ما يسمعون أخوي، الحكومة ما يسمعون، وإحنا بيانا أريد ناسب الإعلامي أحمد البشير. طيب شكرا جزيلا سيدة أم علي من الموصل. أحمد البشير عند برنامجه وعند الوسائل اللي تتواصلين معه من خلالها، ولكن أيضا أشكر حضرتك للمناشدة، أنه بالنهاية هذا صوت امرأة عراقية تطالب بإنصافها، تطالب بتعويضها عن ما لحق بها من ضرر. هنا السؤال أنه لماذا تحولت الآن مناشدات العراقيين إلى جهات أخرى غير الحكومة؟ ما هو إذن دور هذه السلطات الحاكمة بعد 2003؟ ليش ما وفرت للناس الحياة الكريمة؟ ليش ما ساعدتهم؟ ليش ما كانت هي الأب الحنون أو الأم الحنون اللي تلم وتحتوي كل العراقيين
اللي المفروض يلجؤون إلى هذه الحكومة، يلجؤون إلى من يجب أن يمثلهم. عموما شكرا جزيلا سيدة أم علي من مدينة الموصل. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة وننتقل إلى موضوع آخر. اشتكى مواطنون من غياب الخدمات وتراكم النفايات وانعدام المياه الصالحة للشرب بسبب الإهمال الحكومي في منطقة بدعة أسود في محافظة كربلاء. دعونا نشاهد. نهجر احنا نريد من خادم، عندنا محافظ صحيح خادم الحسين، انا خادم اهل كربلاء، نريد مي بثواب والدتي، خلي يجي هو شخصيا يشوف احنا والكلاب لا حجي هشام احنا والكلاب الحل مالته بسيط، بس لا حجي احنا هذا خطنا الاربعه قياس اربعه حجمه اربعه، هذا بعد ما يخدمنا نريد السيد المحافظ يلغيه ويسحب لنا من هذا ابو السته. انا ايش اقول؟ صار لي 6 أشهر انقل ماي على راسي، فاحنا مخابره مخابره المي اذا ما يجي مشروع بزرع الانسان ما تجي العالم هنا، هذا الوضع بالنسبه صار تقريبا شهر او اكثر من شهر. زين اسباب هذا اصابه فيه شكل ذول الجهات جرب خليهم راحتهم حاج، وقسم من المناطق هاجر الحقيقه يعني شالوا اختار المنطقة هو يعرف الناس كلها. احنا بس حتى نراوي الصورة للناس تشوف يعني السيد المحافظ ومدير مي الحسينية ومدير ريد اتصل عليه ما يفتح خط. زين؟ هاي المنطقة كلها عليه. تشوفون هاي الصورة ها حج. انا ادري دا اشوف. لا لا هاي مبينة. انا دا اصور بس. هاي حج من نادي يشربون؟ لا نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الفقرة أو في هذا الموضوع. مقاطع أخرى، رصد مواطن ظهور تخسفات في أحد الجسور في محافظة البصرة والتي لم يمضي على افتتاحها أكثر من 2 شهر فقط. لنشاهد. هذا الطريق الرابط بين شارع الزبير أو المدينة الرياضية بالمطار، بالمطار مثل ما قاعد الشاهد، هذا الجسر اللي العبار اللي عبر طريق محمد القاسم، شوفوا التخسفات وشوفوا الطسات اللي ظهرت برباطات الجسر، ما قاعد يضبطون الرباطات مات الجسر، ومثل ما قاعد الشاهد جسر التربية جسر العسكري، يعني كل سنة بلدية البصرة قاعد تبدل الرباطات، فنرجو من الشركة يعني ضبط الرباطات بالمواصفات، يعني ما صار له 3 أشهر هذا الجسر، 3 أشهر ما صار له، وهاي حال الرباطات مثل ما قاعد الشاهد. وين المتابعة؟ وين المتانة بالمشاريع؟ نكمل ما لدينا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. وثق ناشط حالة حي الجوادين في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة والذي يعاني من الإهمال الحكومي وغياب الخدمات وأيضا مياه المجاري التي تطوق الأهالي دون حلول تذكر من قبل الجهات المعنية. لنشاهد. السلام عليكم أهلي وناسي في قضاء شط العرب الكرام. اليوم من قضاء شط العرب حي الجوادين، اقروا هاي القطعة، حي الجوادين، منطقة حي الجوادين الماء يندلها، هي صايرة على الشارع العام شارع الشلامشة الدولي، يعني مدخل قضاء شط العرب. اللي لفت انتباهي هذا الهور، هذا الهور شوفوا حتى طائر النورس بي سبحان الله، اللي يقول كأنما في تشبايش، احنا بهوار تشبايش، هاي الأهوار الموجودة سبحان الله، يعني شوفوا هذا حي الجوادين الناس كلهم من أهل شط العرب ساكنين هنا، ويقولون غرقة أطفال، هاي من أمتى المجاري هاي هنا؟ هاي هنا شوفوا هاي المواطنين، زين أنت المسؤول الموجود في قضاء شط العرب، وإحنا نعتب على السيد القائم مقام خويا أستاذ حيدر، أنت ما تفوت منا، ما تشوف هاي الطرقعة، هاي شوف جاي أمشي أنا، شوف هاي على جهتين باعوا ذيك الجهة، شوف هذيك الجهة هاي هور، وهاي الجهة أيضا هور، شوفوها حتى طائر النورس فيها باعوا، هسه هاي بالكاميرا طالعة واضحة، شوفوا هاي طائر النورس موجود، يعني بشرفكم المسؤول ما يفوت منا على شارع الشلامشة الدولي، مو هذا شارع دولي يربط طريق دولي، يعني مدخل العراق، شط العرب يمثل مو بس البصرة وشط العرب، لا يمثل العراق، مدخل دولي، يعني هم عيب هذا شكله،
والمسؤولين اللي يفوتون من أسدرين لا عندنا نائب لا عندنا مسؤول داعين. بس هسه هاي ترى شغلتها بسيطة، كم لوري تراب وأدفنها. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أمجد محسن أبو سجاد يقول: خدمات ركيكة خصوصا بعد التوسع السكني، أصبح القضاء ليس بالمستوى المطلوب، قضاء يفتقد لخدمات والمسؤولين في غيبوبة تامة. أبو زيد الهلالي يقول: وهذا مكان اشقد صارت بيه دعمات من وراء الشارع، لأن شارع جديد واصل لحد البنزين خانة، وقف الشغل، بقى شارع قديم نزله، ليجي الجديد بهذا الشارع وليجي الجديد بهذا الشارع ويمشي يتفاجأ بالنزلة، وهو شفت ناس مدعومة بهذا المكان. ما أدري يمتى يشتغلون بي، إذا هو شارع فيحاء بعده بس دفن ما كمل. يقول أياد: القائم مقام شخص فاشل، وأقدم واحد بالحكومة بالمنصب، المفروض يتبدل، لأن إحنا ما نريده. ولدينا تعليق من أبو فاطمة يقول: بدون تخطيط، فشل واضح من قبل شركة، وإهمال من اللجان اللي تابعين للمحافظة، محافظة البصرة، ملتهين بس بترسان الجيب، أهم شيء تبليط أسود بدون مراقبة. مشاهدينا، كانت هذه جزءا من التعليقات. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حلقة صوتكم لهذا المساء. نصل الآن إلى الموضوع الرابع لدينا في هذه الفقرة. تساءل ناشط من محافظة كربلاء عن سبب طلب جباية بقيمة 300,000 دينار عراقي من قبل بعض شركات الحوالة المالية التي تجبي هذه الأموال من المتقدمين للتحويل المالي دون سبب ودون وصولات رسمية وأمام أنظار الجهات المعنية. دعونا نستمع. تواجد امام احدى الشركات اللي البنك المركزي وقع وياهم عقد او اعطاهم اجازه او اعطاهم منحه، ما اعرف. اكو مشكله راقبتها صار لي اسبوعين، واكيد نتمنى من الناس يضمنون كلامهم بالتعليقات اللي موجوده راح ننشرها من خلال الفيديو. تشوفون اكو ناس موجودين برا، طبعا هاي بكل فروع العراق، شركة الطيف اللي موجودة في كل أنحاء العراق. بس عندنا تساؤلات اثنين، عندنا سؤال. السؤال الأول يقول إنه بعد ما يكمل حوالة الشركة تعطي وصل 200 دولار. هاي 200 دولار ما شنو يأخذوها، وهو أصلاً الدولار مبيوع بدون عمولة. القضية الثانية، يأخذون من المواطن اللي يقدم على الحوالة 300,000 دينار غير 200 دولار. 200 دولار بوصل، هاي ما أعرف عمولة الشركة ما شنو، ما ندري. 300,000 دينار بدي ياخذوها بدون وصل، ليش؟ هاي 300,000 دينار، يعني تخيلوا شقد يربحون من كل حواله، يعني تقريبا 700,000 800,000، وقيسوا كم حواله تطلع من العراق بهاي الطريقه للدولار، وعن طريق فقط شركه الطيف. عندنا بنوك اخرى، ايش معنى فقط هاي الشركه؟ ودي يتم حصر المواطنين بهاي الطريقه. تشوفون دي يصير، طبعا هاي الاعداد اللي تشوفوها اللي موجوده، طبعا اكو علاقات تصير،
هسه يقولون لا اثبتونا عكس هذا الحكي وحق الرد مكفول. يعني اكو علاقات دا تصير على التليفونات، يعطون الشخص اموال حتى يطب ويضرب السره او يطب، راح يقولون الشركه لا عكس هذا الكلام فحق الرد مكفول وجابونا ل 300 الف دينار ليش بدون وصل؟ ليش ما مثبته؟ ليش مو رسميه؟ نتابع التعليقات التي وردت بشان هذا المقطع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. امير الشمري يقول: عصابات شفتهم بعيني، ناس تعبانه يجيبوهم ويجمعون جناسيهم، واكو واحد يطب بمجموعه مجموعه متكفل بيهم وبدون حجز او سره، تقول المصرف مالته. هاي الحاله موجوده من 7 الصبح للعصر باب المصرف، الدوله وين عنهم ما تعرف. سيد ناصر الشريفي يقول: تهريب اموال العراق. عندنا تعليق من عمار يقول: 300 الف على اساس VIP اجباري يقصوا لك هذا الوصل بوق شرعي. ولدينا تعليق من حسان يقول: أنا أكثر من مرة حجزت ومن أوصل يقول الحجز ملغي. كانت هذه جزءا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل مع حضراتكم في حلقتنا ونستقبل السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. بالنسبة لموضوع الخدمات اللي طرقت به قبل شوية، يعني إحنا نشوف الأراضي اللي متروكة عندنا، إذا كان بالبصرة وإذا كان بالمحافظات وإذا كان ببغداد، وبكل يعني بغداد ومحافظاتها، إحنا كنا يعني كمواطنين نشوف هاي أكو مناطق يعني كبيرة من نشوف نلاحظ بها المياه أجلكم الله، أو النفايات أو الكلاب السائب اللي هي اللي موجودة بها. هاي يعني المفروض يتحاسب بها المحافظ، تتحاسب بها البلدية، وتتحاسب بها النزاهة، ويتحاسب بها كل من يكون يعني يهم الأمر في هاي المناطق، خاصة الرئيس وزراء محمد الشياع السوداني إذا كان هو وإذا كان غيره. هاي من تكون لهم دور يعني من يعطوهم المال، من يعطوهم الدعم على يعني بناء هاي المناطق، بناء هاي يعني البنى اللي قاعد نشوفها بالمناطق الشاسعة الكبيرة. هاي المفروض إلها حسابها أو إلها من مثل يعني نقدر نقول يعني لازم أكو ناس مختصين على هذا الأمر. يعني بغداد من تكون جميلة براضيها
بالمناطق الزراعية، بالبنى التحتية، من كل لها منظر للمشاهد. طيب عندي سؤال، عندي سؤال بس حتى يعني لا نتوسع بالفكرة العامة سيد أبو عمر، خلي بس أن رأيك بشأن تصريح نور المالكي قبل يومين اللي تحدث به عن إنجازات الحكومة اللي قادها أو الحكومتين اللي قادها وكذلك الحكومات اللي جت بعد 2003، تحدث عن منجزات، تحدث وكأن العراق الآن متطور، وكأن العراق به النهضات العمرانية، به النهضات الصناعية، به التطور في المجال الزراعي، في التعليم، في الصحة. إيش حققت حكومات نور المالكي بالأخص وحكومات ما بعد الاحتلال بشكل عام من منجزات بحيث المواطن العراقي يشكرها، بحيث المواطن العراقي يقول إيه والله إحنا دا نظلم هذه الحكومات، إحنا دا نتبلى عليها. أستاذ محمد، هاي كلها الإعلام الكاذب من المالكي ومن أتباع المالكي، من حزب الدعوة ومن منظمة بدر هادي العامري، كل هاي الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 كلها إعلام كاذبة، وكلها يعني صب لمصلحتهم هم. طبعا حققوا مصالح، حققوا إنجازات، دمروا بغداد، دمروا محافظاتنا السبعة، دمروا يعني بشكل البنى التحتية، دمروا الزراعة، دمروا الصناعة. هاي الإنجازات اللي قدموها العراقيين. أما المواطن من يروح يطالب بحق بتعيينات أو فرص عمل، أو عندنا الخريجين اللي عندهم يعني من ذات دراسات العليا أو العشر الأوائل من يطالبون لهم مكان أن يكونون بالدولة، وينك يا المالكي من الناس اللي قوات الشغب اللي قاعد تقتلهم واللي قاعد تضربهم؟ هاي الإنجازات اللي قدمتها للشعب، أهلا وناسا بديالة وبالطارمية اللي قامت، اللي الناس تنهزم من وراء أحزابكم ميليشياتكم، واللي تغيير الديموغرافي اللي قاعد يصير عندنا، هاي الإنجازات اللي قدمتوهم. أحبابنا وشبابنا وناسنا اللي بالسجون اللي هم صاروا أكثر من 10 و 15 سنة اللي هم موقوفين توهم أبرياء، اللي ما صرحتوا اي عفو عنهم، هاي الانجازات اللي قدمتها. شكرا ابو عمر، طبعا القائمه تطول وكلامك حقيقه به تكمله بعد، بس احنا نكتفي وياك بهذا القدر. سيد رافع من ميسان، تفضل يا رافع. رافع من ميسان فقدنا الاتصال مع السيد رافع للاسف. عموما نكمل مشاهدينا الكرام مع ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقه ونصل الى فقره الهاشتاج. بابل محافظة منكوبة هو الوسم الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، حيث يشكو المواطنون في محافظة بابل من غرق الشوارع والمنازل جراء الأمطار، وأيضا بسبب الإهمال الحكومي وانهيار البنية التحتية. نتابع بعض التغريدات. علي الطائي يقول: بسبب فساد الحكومة المحلية ومجلس المحافظة، إضافة لنواب الدهر اللي يمثلوها بمجلس النهاب من سنين، وتسلق رعاء أبناء الأرياف للتحكم بمفاصلها، جعلوها محافظة منكوبة بعد أن كانت قرة عين للناظر. حسام يقول: نتكلم عن الحضارة التي نملك، وبابل في قلب هذا الإرث، هي اليوم تغرق بمياه الأمطار وتغطي الأوحال شوارعها كما يصل من الصور المتداولة. لا بد من عمل يليق بهذه المدينة وينهي سنوات سوء الإدارة فيها. حمزة الشوقي يقول: محافظة بابل منكوبة، غرق محافظة بابل بالكامل بسبب عدم وجود منافذ تصريف مياه الأمطار، كل ذلك بسبب فساد محافظها وسام أصلان، من يحاسب المحافظين الفاسدين يا ترى؟ عزيز يقول: كم محافظ تناوب على بابل التاريخ، وكم رئيس مجلس محافظة ومعه مئات الأعضاء، وكم نائب برلماني من بابل؟ كل هؤلاء يجب أن يتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق وإعادة ما نهب من تخصيصات المحافظة منذ 18 سنة. معقولة محافظة عراقية مثل بابل هكذا يكون حالها بسبب خمس ساعات من نزول الغيث؟ كانت هذه مشاهدين الكرام جزءا من التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. معنا اتصال السيد رافع من ميسان، يعاود الاتصال مرة أخرى، تفضل يا رافع. رافع من ميسان. طيب عباس من العمارة، تفضل يا عباس. عباس حياك الله. هلو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضانك يا كريم سيا محمود. حياك الله، أهلا وسهلا.
نعم. تفضل يا عباس. بخصوص الرعاية الاجتماعية. نعم. إذا تحاولون توصلون صوتنا للمسؤولين وال. تفضل، شنو مشكلتك يعني يا عباس؟ على مود الرعاية هن، هي على مود الرعاية يعني هن 270. وهذه يعني إذا واحد عنده عائلة مثل فد أربع خمس نفرات. يعني هذا 270 ترى ما يكفر، فنتمنى توصلون صوتنا لكل المسؤولين والوزارات واللي نعم. يسمعون صوتي بخصوص هذا الموضوع، يعني نطالب زيادة الشبكة يعني 300-350 نعم. حتى يستفادون من هذا الأمر. طيب السؤال هنا هي شنو هي ال 350 عن ال 270؟ ايش راح تسوي لك من تغيير؟ ايش راح تفيدك؟ لا ليش فتغير فد شيء يعني هسه بدل مثل ما يطولهم مثل 270 فيطولهم فد 350 يعني هم شوي يعني يتسهل امرهم. طيب في ظل غلاء الاسعار الموجود يا عباس، هاي ال 250 او ال 350 اللي تسعى للحصول عليها ممكن يعني تعيش عائله من اربع نفرات في العراق لمده شهر؟ لا. ممكن تعينهم يعني؟ ممكن توفر لهم احتياجاتهم؟ لا ما لا لا ما يوصلهم للشهر الثاني، لا ما يوصلهم، لا نعم ما يوصلهم للشهر الثاني. نعم سيد عباس أشكر حضرتك وأتمنى صوتك يوصل معنا. السيد علي من البصرة، تفضل يا علي. علي من البصرة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هو بالنسبة إحنا للرعاية الاجتماعية يعني ما تكفينا، إحنا نعاني من هذا الراتب 250 ألف يعني ما عاد أدري يسوي لنا وإحنا عندنا جهال. نعم. نعم. علي؟ نعم يا أخوي. طيب شكرا يا علي، نعم وصلت الفكرة، أشكرك للمشاركة. معنا رسالة من أبو محمد من الأنبار يقول: السلام عليكم أخي محمد وعلى قناتكم المجاهدة. أخي بلد منتهي، الفساد ينخر به من القمة إلى أصغر دائرة في البلد، يعني موظف بالبرلمان يبني دار بمبلغ مليار دينار وراتبه ما يتجاوز 3 ملايين، ولكونه محسوب على الحلبوسي رئيس البرلمان، ولمجرد أنه يقوم بتهريب الأموال التي يسرقها الحلبوسي إلى خارج العراق بطرق ملتوية. لك الله أيها الشعب العراقي والفقير الذي أصبحت تبحث عن الأكل في النفايات. شكرا جزيلا للسيد أبو محمد من الأنبار. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.